وما ظل بعد بهاي الكلمات اللي غنتها مائدة نزهت اختصرت بعض الأطراف مواقفها رداً على الاستعدادات الحكومية للانتخابات المحلية بأول اختبار بصناديق الاقتراع لكابينة محمد الشياع بعد سنوات من حل مجالس المحافظات وجلسة برلمانية سجلت خلافات على قانون الانتخابات وتصعيد بلهجة التحذيرات وصلت للمقاطعة واللعب على ورقة التيار لأن مجلس النواب بجلسة اعتيادية عقدها نهاية شهر آذار الماضي حدد موعد الانتخابات المحلية وقال 26 تشرين المقبل تفتح صناديق الاقتراع لإعادة الحياة لمجالس المحافظات اللي صوت على حلها قبل 4 سنوات وتحديداً بالعام 2019 باعتبار هيكلتها واحدة من مطالبات احتجاجات تشرين لهواية أسباب أبرزها هو إرهاق الميزانية بالرواتب والمخصصات لأعضاء مجالس المحافظات وحماياتهم وضياع المشاريع بين الحكومات المحلية وروتين المؤسسات الحكومية لكن البرلمان وبالجلسة نفسها فتح باب التصويت على التعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات حتى يضرب عصفورين بحجارة ونجح بتمرير 7 مواد من أصل 15 مادة يحتويها قانون التعديل صحيح السالفة طولت وجلسات البرلمان استمرت 7 أيام والسبب اعتراضات من القوى السياسية المستقلة وبعض الأطراف على بنود بقانون الانتخابات بس مجلس النواب وجلسة انعقدت الفجر يوم 27 آذار حسم تعديل قانون الانتخابات باعتماد نظام سانت ليفو 1-7 وبدائرة واحدة بعد اعتراضات ومحاولات لعرقلة التصويت يقودها نواب مستقلين تصرفاتهم جبرت رئاسة البرلمان على طردهم من الجلسة مكانكم تسمع النظام الداخلي تسمع 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 الأمن الأمن طلعوهم برا هناك جهات سياسية محسوبة على القوى المستقلة أعلنت مقاطعتها للانتخابات المحلية ووجهت دعوات لزعيم التيار الصدري للعودة للعملية السياسية ومساندتهم لكن التيار الصدري لحد الآن ما عنده موقف رسمي من المشاركة بالانتخابات لو اختيار المقاطعة بس من سألنا عن أسباب اعتراض القوى اللي توصف نفسها بالمستقلة الرد وصلنا قانون الانتخابات السابق يعتبر من ثمار تشرين لأن المحتجين نجحوا بهتافاتهم بتعديل القانون اللي اعتمد بانتخابات العام 2018 والنتيجة المستقلين فازوا بأكثر من 70 مقعد برلماني يعني تعديل القانون يجوز يرجع المستقلين على الحديدة لا مقاعد ولا صوت داخل مجلس النواب مثل ما يقولون لكن السالفة بها تكملة لأن مجلس النواب وبتعديل قانون الانتخابات ألزم حكومة أبو مصطفى بالتنسيق ويا المفوضية لتحديد موعد جديد للانتخابات المحلية تاريخها ما يعبر يوم 20 كانون الأول والدليل السيد السوداني أعلنها بعبارات صريحة وقال لن تجري الانتخابات قبل شهر كانون الأول لأن المفوضية ثبتت الموعد بيوم 20 وكملها مجلس الوزراء مستعد لتقديم الدعم والمساعدة حتى تنجح عملية الاقتراع يعني يوم التصويت للانتخابات المحلية قابل للتمديد وجزء التعديلات تصير بالأيام الجاية والسبب أكو جهات محسوبة على الإطار التنسيقي عندها مواقف تقول انتخابات مجالس المحافظات يمكن تفتح باب جديد من الصراعات تأثيراتها توصل للحكومة وتعرقل تنفيذ منهاجها الوزاري وتقديم الخدمات وختمتها بمقترح به دعوة لتأجيل الانتخابات لنهاية العام المقبل 2024 قبل لا يوقع الفاس بالرأس يعني الانتخابات المحلية وقانونها يجوز تصنع مفاجآت تجبر القوى السياسية على إعادة حساباتهم وتمنح الإشارة لعبور سفينة حكومة السوداني سلامات من أول اختبار بمراكز الانتخابات وهاي الراد نرجع ونسمع لها راضيتك وما ظل بعد ولا بينك